يا بنتي راجعي روحك، ما تقطعيش قلبي عليكي وانا شايفاكي بالشكل ده. وانا مالي بس يا ماما، انا كويسه اهو. وبعدين انت كنتي متحمسه للعريس، ايه اللي خلاكي ترجعي في كلامك وعايزاني اراجع روحي؟ حالك اللي قدامي يا ضنان، انا حاسه بيك يا بنتي. معقوله ده منظر واحده خطوبتها بعد يومين؟ يصعب عليا اشوفك حزينه واقف ساكته. بس بابا ادى كلمه للعريس يا ماما، وانا لا يمكن اصغره قدامه. اهم من كلمه ابوك يا بنتي سعادتك، سعادتك انت يا شيرين، هي دي اللي تهمنا يا بنتي. انا كويسه يا ماما وراضية. وبعدين الخطوبة دي فرصة كويسة علشان نعرف بعض أكتر، مين عارف يمكن أحب. خايفة عليك يا ضمان، لا تكوني بتظلمي روحك عشان ترضينا، بس إحنا مفيش في إيدينا حاجة، ما نقدرش نغصب على ابن عمك علشان يتجوزك. هأرجوكي بقى يا ماما كفاية، اقفلي الموضوع ده بقى، ارحموني بقى، كفاية تجرحوا فيا أكتر من كده. وبعدين لو سمحتي كمال ده، انا مش عايزه اسمع سيرته تاني ابدا. ايه الجمال والشياكه دي كلها؟ رايحه على فين؟ عازمه كمال على العشاء. طب وكمال ما يجيش يتعشى معانا هنا ليه؟ ارجوك يا مروان سيبني اقرب منه. وانا كنت بعتكم عن بعض قبل كده؟ هو اللي مش عايز يجي يتعشى معانا ولا هو رافض يدخل بيتي؟ هو مش رافض ولا حاجه، بس اديني فرصه مهد للحكايه دي واحده واحده. واحده واحده ايه يا ألفت؟ كمان رافض وجودي في حياتك اساسا. واسمعي، مروان السعدي ما يترفضش، مش كده ولا ايه؟ طبعا يا مروان، بس اديني فرصه، اديني فرصه اقرب ما بينكم، انت جوزي وهو ابني. اوكي روحي اتعشي يا هاني، هاف ا نايس تايم. ألفت انتوا هتتعشوا فين بالمناسبه؟ حاجة تانية يا فندم؟ تاخد حاجة تانية يا كمال؟ لا متشكر يا ماما. شكرا. وحشتني، وحشتني قوي يا كمال، ومتشكرة انك انت قبلت عزومتي. بالعكس، ده حتى العزومة دي جت في وقتها، ما كنتش عارف اعمل ايه. نصر طفشان وحسام مكتئب. دول اصحابك؟ زي اخواتي. ماما انا مش عايزك تزعلي مني عشان ما جيتش البيت عندك. انا لا يمكن اتضايق منك ابدا، ومش عايزه اغصب عليك في حاجه. انا كل اللي يهمني ان احنا نفضل قريبين لبعض. عارف يا كمان، احنا شكلنا احنا الاتنين كده زي ما يكون اتنين بيحبوا بعض. طب ما انا فعلا بحبك. ربنا ما يحرمنيش منك ابدا يا حبيبي. طب يلا بقى كل قبل الاكل ما يبقى. يا فوفا حبيبتي وحشتيني. ايه يا جماعه مالكم واقفين كده ليه؟ اقعدوا 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 اقعدوا. ماتي تحت امرك يا فندم. بقول لك ايه، هات لي ازازه واين وتشرب معايا البيت. هايل فاتح للشهيه، انا شايف انكم لسه ما بداتوش العشاء مش كده؟ هات كاس هنا. حاضر. وهات لي سي فود سلاد، وهات لي جمبري مشوي. بصراحة اللمة حلوة قوي، وأنا نفسي اتفتحت للأكل قوي 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 قوي. بقول لك يا كيمو، تاكل معايا جمبري؟ بس الأكل اللي أنت بتاكله ده ما منوش أي فايدة خالص. متر أيوة، شيل الطبق ده وهات له جمبري زي. حاضر يا فندم. تؤمر بحاجة تانية؟ شكرا.
تعرف يا كيمو بكره لما تكبر هتعرف فوائد الجمبري. على فكره كويس ان انتوا اخترتوا المطعم ده، هو غالي شويه صحيح لكن بيعمل اكل كده. كمال انا ماشي. الله، ايه يا جماعه، انا جيت ازعجتكم ولا ايه؟ ولا اذا حضرت؟ بالعكس يا مروان بيه، انا عايز اسيب سيادتك للعشاء واللي بعد العشاء، انت دافع كتير قوي. طب ما انا كان نفسي برضو تقعد تتعشى معانا وتاكل لك جمبريتين يرموا عظمك. ماليش فيه، مش محتاج له، وبعدين انا احب اكل على مزاجي. لا سوري يا كمال، انا مش قصدي ان انا اكلك على مزاجي، انا بس كل حكايه انك كان نفسي تتعشى معانا، ولا انت زعلت؟ صدقني يا جمال، انا ما كنتش عارفه ان مروان جاي. ولا يهمك، ما تاخديش بالك، عايزك تنبسط بوقتك. طب قول لي هشوفك تاني امتى؟ اي وقت تقدر تعدي عليا. انت ايه اللي عملته ده يا مروان؟ عملت ايه؟ جيت ليه؟ هو انا محتاج اذن عشان اتعشى مع مراتي؟ انت عارف ان كمال كمال لازم يفهم انك مراتي يا ألفت. ده ايه يا حبيبي؟ السايد ده غريب جدا، كل ما ادخل على النت ينط لي. ما فيهاش حاجه، ما هي السايدات دي كده مصممه قويه قوي قوي قوي، بحيث انها ممكن تنط لك في اي لحظه. ما فيهاش حاجه، عادي جدا. بس يعني انا بقول لو كنت زهقان من السايد ده وعايز تقفله، انا اعلمك تقفله ازاي. تقفله كده، لكن ده لو الشوق نقح عليك حبيت تفتحه تاني، تفتحه كده. بس انا مش محتاج افتحه خالص، انا بس كنت عايز اقفله. لا ما انا فاهم طبعا، انا بتكلم عموما يعني، انا عايزك تفهم في الكمبيوتر كويس عشان تقدر تخش على اي سايت انت عايزه. طبعا لازم. هاي داد. يا حبيبي الداد، كنت مروحة قلت اخدك في طريق. هاي نصر، اخبارك ايه مع الكمبيوتر يا عجوز؟ لا ده نصر بقى جامد قوي في الكمبيوتر، واهم ميزة فيه الصراحة انه بيعشق بقى الكمبيوتر. تخيل لدرجة ايه؟ لدرجة ان في سايت معين كل شوية يجي نطط له كده ولازم فيه. ها جميل، نكمل. لا نكمل ازاي؟ انا بقول يعني بلاش النهارده عشان انا جالي صداع كده، ونكمل بعدين. لا اذا كان الصداع تبقى بسيطه، خد ده الصداع اهو، غالي والطلب رخيص. امسك يلا. ثانيه واحده بقى، روح اجيب لك كوبايه الميه واجي لك على طول. لا انا خلاص، انا هاخدها كده من غير ميه. طب حس كده بقى، خديها عادي وانت مروحه وصلي في سكتك. طب انا ذنبي ايه بقى ده؟ اخد راجل عجوز اوصله معايا، انا عايزه واحد شاب اعرف اتكلم معاه. لا انت بتقولي ايه؟ ده نصر ده في عز شبابه، هو بس اللي مش واخد باله من شبابه. شفت بقى؟ ادام مش واخد باله من شبابه يبقى عجوز ولا مش عجوز؟ لا ما هو بيحاول قدامك اهو. خدي بس انت وصليه، وانا متاكد انك هتعرفي تخليه ياخد باله من شبابه قوي. على ضمانتك ده؟ اوكي اتفضل قدامي يا استاذ، قصدي يا عجوز. اتفضل. سيو سيو. بالشفا برضه.
الله، اجمل حاجه في القاهره ليلها. بقول لك ايه، انا مخنوقه قوي مش عايزه اروح دلوقتي. ما تيجي نروح اي ديسكو كده نرقص شويه ونفك عن نفسنا. ديسكو؟ لا ديسكو ايه، مش هينفع طبعا. انا اصلي لازم اروح حالا دلوقتي. ليه بقى لازم تروح حالا؟ ولا ما معكش فلوس يا سيدي؟ خلاص انا عزمك، بس غير رايك بقى وتعالى نفك عن خانقه البيوت اللي احنا فيها دي. لا اصل مش هينفع لا تعزميني ولا اعزمك. ليه بقى؟ ليه بقى اللي انت بتقوله بقى؟ ايه المشكله في كده؟ ولا هتقعد تقولي بقى انا الراجل وما يصحش الحاجات دي؟ والله عندك حق يا داد، الوضع منه برقبتي. لا اصل المشكله ان انا موعد صحابي ان انا اقابلهم النهارده يعني. اه هم اصحابك هيموتوا لو ما رحت لهمش دلوقتي؟ لا مش هيموتوا ولا حاجه، بس اصل اسامه ابن عمتي عنده اكتئاب. اه عنده اكتئاب جامد قوي، وانا مش هينفع اسيبه لوحده بصراحه. والله اوكي براحتك. الحمد لله اهو جه. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله خير يا سياده اللواء. مش جت سليمه برضو؟ الحمد لله. لا والله يا حاج النار اكلت كتير. يا ساتر يا رب. اتفضل اتفضل استريح. هات ليمون هنا صبحي. حاضر يا معلم. خليك قاعد يا حاج. اللي راح يتعوض يا سعاده البيت، المهم صحتك. الحمد لله على كل شيء. انت قدها ودود يا سياده اللواء. ربنا يكرمك يا معلم. ده بس نفسي اغمض عيني وافتحها الاقي المركز ده رجع زي الاول واحسن كمان. يا خبر، اصحى يا نصر، احنا نمنا في الحر ده ازاي؟ اصحى يا نصر. يا نصر. ايه 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 يا كمال؟ ايه ده الشمس طلعت؟ طلعت. طب انا ابويا نزل راح الشغل دلوقتي. اصحى جاي معايا ولا ايه؟ لا هقعد استنى اشرب اي حاجه كده لغايه لما احلامي هي كمان تنزل تروح الشغل بقى. تلاقي ابويا قايل لها كلمتين موصيها تقولهم لي. وانا بصراحه يعني ماليش اي مزاج اسمع كلام من اي حد. يا عم قوم روح قوم. قوم انزل انت يا عم ولا ايه؟ قلقان من عمتي. عمتك خلاص رمت توبتي، بقت هي اللي تطلب مني انزل. بيصعب عليها دلوقتي يا سيدي ان انا اقعد من غير لا شغله ولا مشغله كده. وراهنك بقى انك هتروح تلاقيها لسه صاحيه من امبارح ومستنياك. صاحيه بقى يا حر، اعمل لها ايه؟ سلام. كمان اصحى. ايه يا عم في ايه؟ ما تطلع الصبح يا عم. اصحى فوق شوف هتعمل ايه في يومك. طب استنى نتفق هنعمل ايه النهارده. طيب نعمل ايه النهارده؟ الله يا حبيب قلبي، هنعمل ايه فكرك يعني؟ زي كل يوم هنتقابل هنا بالليل. عندك جديد؟ سلام. انت واد يأس. قوم يا اخوان انت راخر فز، اعمل لنا اي حاجه نشربها على الصبح. ما تقوم يا عم نصر. يا ابله ليلى. اهلا صباح النور يا قمر، اتفضلي. لا مش هينفع بقى عشان انا مستعجله قوي، بس ممكن اطلب من حضرتك طلب؟ يا حبيبتي طلب واحد، خد يا عيني. تسلم لي عيونك، اصل مرزق اتاخرت قوي وانا لازم اروح الشغل دلوقتي. فكنت بقول يعني لو ينفع اسيب لحضرتك مفتاح الشقه وهي اول ما تيجي تديه لها. هاتي المفتاح يا حبيبتي وانزلي الشغل بالف سلامه. ميرسي جدا، ربنا يخليكي ليا. باي باي. مع السلامه حبيبتي. سليمة يا رب. يا عند الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. تعالى هنا. ايه؟ مش هتفطر ولا ايه؟ يلا حضروا الافطار. لا لا خليكي، ماليش نفس، هدخل اريح شوية. بقول لك ايه؟ تعالى دلوقتي حالا.
حسام يا ابني، انا مش جاي عشان الومك ولا اقول لك ان امك ما دقتش النوم، انا جاي بس علشان احذرك. ايوه حسام، احذرك من الياس يا ابني، هو ده اللي ممكن يدمرك. الياس هو اللي ممكن يدمرك. فين حسام ابني اللي كان مليان اتزان؟ فين طموحك اللي ما كانش له حدود ايام ما كنت في الكليه؟ راح يا عم يوسف. هو فين بكره ده عشان يبقى عندي طموح ليه؟ يا ابني ما تقولش كده، ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول بسم الله الرحمن الرحيم: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يمكن عمل كده لمصلحتك، ربنا بيعمل الحاجات دي لمصلحتنا. انت مش كنت بتقول لي انك انت عندك مشروع لتطوير المواتير؟ ما يمكن ربنا سبحانه وتعالى عمل كده عشان ترجع تاني لمشروعك. مشروعي؟ افكر في مشروعي ازاي وانا مش لاقي حتى الظروف اللي تسمع؟ الله 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 الله، ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني ايه مش لاقي؟ مش لاقي وانا جنبك؟ يا ابني فكر في النهارده وسيب بكره للي خلقه، ادام انت بتعمل اللي عليك. وانا بعمل ايه بس؟ وانا لاقي حاجه اساسا عشان اعملها؟ يا ابني في فرق بين انك انت مش لاقي ومش شايف. انت لو عايز تشوف هتشوف، ربنا اداك نعمه ولازم تصون النعمه دي. ما تنساش ان ربنا سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم: ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا. اسيبك بقى ترتاح شويه وتفكر في اللي انا قلته لك ده. تصبح على خير. القطار العسكري المتجه من السويس إلى القاهرة.
رغم أننا في حالة حرب استنزاف على خط المواجهة بيننا وبين العدو، إلا أنني استطعت الحصول على أجازة 72 ساعة، وذلك للاطمئنان على زوجتي الحبيبة وابننا أو ابنتنا التي من المتوقع أن ترى عينيها النور في هذه الأيام المظلمة. وفكرت في طفلي القادم، ماذا سأسميه؟ وأفقت من سرحاني على صوت الجنود العائدين يغنون أغنية عن العودة لبيوتهم، وتأملت ملامح الجنود وكل منهم يحلم بالدفء والأمان والسلام بعد أن يرد كرامته المذبوحة منذ سنين. ورأيت في عيونهم آلاف الأمهات والأبناء والزوجات الذين يحلمون بعودتهم سالمين. رأيت في عيونهم حلم مجتمع كامل يحلم، ينفض عن نفسه غبار الهزيمة ليستطيع أن يتحرك نحو غد أفضل. أفقت من شرودي وتذكرت فيما أفكر، فخررت أن أسمي المولود أحلام إن كانت بنت، أما إذا جاء المولود ذكرا فسيكون حلمي. Thank you.
طب افهم فيه ايه؟ تعالي تعالي. تمام يا فندم. خير. تليفون ليك يا فندم. خالد؟ ايوه انا اللي هو احمد عز الدين. مين يا فندم؟ اوديت صايغ. حضرتك اتكلمتي قبل كده بلغوني. خير يا فندم؟ انا طبيبه لبنانيه وعندي اخبار بدي اخبرك اياها بخصوص ابن صديق عمرك ايهاب مراد. ماله ايهاب؟ جرى له حاجه؟ أرجوك لا تنزعج واسمعني. أيوة طمنيني الأول، إيهاب جرالو حاجة؟ أرجوك جنرال أحمد، أنا ما بدي أزعجك لكن ضروري نحكي سوا، تليفون ما راح يفيد وياريت دكتور مراد ما يعرف باتصالي هذا. أرجوك بنتظرك بالأوتيل. شو اسمه؟ طيب أيوة عارفه، أكون في الميعاد بالظبط. شكرا. عاوز منك انا يكون هاب جاله حاجة وانا بتكلم ليه ستي جاي على خطفة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. خلاص يا ست اللواء، الباشمهندس عمل مقايسة وحدد التكاليف. ايه يا احمد مالك فيه ايه؟ سلامتك. هيكون فيه ايه يعني أكتر من الخراب اللي احنا فيه دلوقتي ده؟ عموما يا سيدي أنا عندي لك خبر، والله هما خبرين هيفرحوك أوي. أولا أجهزة العلاج الطبيعي اللي اتحرقت هناخد أجهزة بدلة من الاتحاد الرياضي للقوات المسلحة. ثانيا في مبلغ كده محترم دعم من الوزارة لتصليح المركز. طب الحمد لله، احنا في أمس الحاجة للفلوس علشان نرجع المركز زي ما كان بالظبط. يا سيدي كله يتدبر، بس اللي يهمني انا ان انت ما تقلقش. قلقش ايه؟ ايوه بس ما قلقش علي ولا علي، ربنا يستر. ايوه يا بير، انا مش قلت لك مليون مره ما تتصلش بيا الا لو في حاجه مهمه؟ انا مش لسه مديك دفعه وقلت لك ما تتصلش بيا الا لما عاوزك؟ يا سلام بقى، انا عايزك وقت دلوقتي اللي بقيت تحدد اذا كنت عاوزك ولا مش عاوزك. طيب دير، هشوفك الليله. سلام. تعرف ايه يا دير؟ لهجتك كده ما تطمنش. مدام وديت صايغ مش كده؟ اهلا يا سياده اللواء، تفضل. اهلا وسهلا. مثل ما وصفك ايهاب بالتمام، شو تحب تشرب؟ لا اشرب ايه، انا مش جاي اشرب، انا جاي عشان اسمع وعشان افهم. يا ريت بقى في الاول كده حضرتك تقولي لي بالتفصيل انت مين بالظبط وايه بالتحديد علاقتك بابننا ايهاب. انا وديت صايغ، طبيبه لبنانيه. عرفت ايهاب من سنتين، لقيته شاب مغامر مليان حماس ورجوله، حبني وحبيته وصرنا ما نفترق لحظة من يوم عملنا في منظمة أطباء بلا حدود. طيب دي مقدمة مش بطالة، إنما بقى إيه الموضوع بالظبط؟ إيهاب. ماله إيهاب؟ مقبوض عليه. مين اللي قابض عليه؟ صهينة؟ من شهرين كنت بمهمة طبية ببيروت، ولما رجعت الجنوب عرفت اني ايهاب وهو بيقوم بعمله كطبيب داخل الشريط الحدودي المحتل. بسوء حظه دوريه اسرائيليه قبضت عليه، ومن يومها اختفى وانقطعت اخباره. طيب وبعدين؟ لكن من كام يوم عرفت عن طريق اخوان في المقاومه اللبنانيه انه معتقل عند العميل لحد، ويمكن رحلوا سجن الخيام او سجن في اسرائيل، وهيدا يعني ان حياته في خطر. حاولت اوصل له لكن الظروف ما ساعدتني، لكن الاخوان في المقاومه دلوني على الطريق. ايه كان الطريق ده بقى؟
الخاين مثل ما بيخون أهل وطنه بيخون حليفه عشان المصاري، وبعد مناقشات ومساومات طلبوا 100,000 دولار ليتركوا لي إيهاب، وأنا ما عندي هالمبلغ. 100,000 دولار؟ وأنا كده بدأت أتنبأ. طبعا سعادتك عارفة أن الدكتور مراد أبو إيهاب راجل طبيب وغني جدا، وأكيد معاه المبلغ ده، ومش معقول هيبخل بيه على ابنه عشان يفديه. فدورتي على مين ممكن يكون صديقه ويقدر يقنعه، وما لقيتيش غيري. ممكن يا مدام اشوف جواز السفر بتاعك؟ جواز السفر؟ لشو؟ بلا لشو بلا بتاع، وريني جواز السفر. وريني. طبعا انا مش خبير في الحاجات ديت، بس ده ممكن يبقى تزوير متقن جدا. شو بتقصد؟ ما مصدقني؟ سيبك من ما مصدقني ومصدقني، وهذا احنا بعد الحكايه اللي كلها خيال اللي انت قلتيها دي، اضمن منين ان انت مش كدابه؟ من قدمت لك دليل صدقي، رح بتساعدني؟ اولا اسمع، ثانيا اقتنع. اتفضلي. مش مرتاح للست وديت دي ليه؟ شامم ريحة الكذب في كل حرف من كلامها. ما هو اللي بتقوله ده رغم انه يبان منطقي، لكن لا، مش معقول. حدوتة ملفقة. حكاية 100,000 دولار دي تزود الشك. 100,000 دولار يعني؟ وبعدين اقول لمراد، لكن لا، مش ممكن تكون نصابه. مقلوب المسكين اللي قلقه يزيد كمان على ابنه. بس ما جايز تكون صادقه، ويكون ايهاب فعلا في خطر محتاج المساعده. ساعتها لو جرى له حاجه انا هعيش عمري شايل ذنبه في رقبتي. برخي رب من عندك. دي غدي، اطلع على شغل احلام، اخدها في سكتنا. ايه بابا؟ ام رزق مش هنا. غريبه دي، بس انا سامع صوت جاي من اوضه نصر. بص لكم جوه. ايه ده؟ السلام عليكم يا احلام. وعليكم السلام يا عمتي. احلى حضرتك يا اخويا باللي حصل؟ خير، في ايه يا سعدي؟ ام رزق تعيش انت. شدي حيلك يا احلى، ما تعمليش بنفسك كده يا حبيبتي. النهارده حسيت احساس كان مدفون جوايا من 20 سنة، ان امي ماتت. ما كنتش عارفه يا حبيبتي انك بتحبيها للدرجه دي. هي اللي مربيانا قبل ليلى، هي اللي كانت شايله البيت ده كله، مش عشان كانت بتاخد فلوس ولا عشان كان ده شغلها، لا، عشان كانت بتحبنا. عارفه اننا محتاجين لها، غيابها صعب قوي، غيابها هيسيب فراغ محدش هيقدر يسده. ما تقوليش كده يا حبيبتي، انا موجوده. انا موجوده يا حبيبتي. يا اخويا تعالى، قلبي معاك طول النهار، مهدود عزا والدفنه. ابنها ما جاش معاك ليه؟ ابنها ما هو واقف الصوان من بدري. هو واقف تحت زي الراجل الغريب يعني، يسلم ويعزا. ابنها واقف ياخد عزا ام وسعديه في ايه؟ خلاص حقك عليا يا اخويا، ما تزعلش مني، انا غلطان. لا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله. نعم يا بابا. بقولك يا حبيبتي، انا حاسس دلوقتي لاني رايح مشوار مع الدكتور مراد دلوقتي.
حضرتك تعبان كده؟ معلش ربنا بيقدر، لازم انزل معاك دلوقتي. بقى ايه في حياتك يا احمد بيه؟ الهم بفعل الله. انا شاكر افضلكم الحقيقه. ده ابراهيم بيه كمان ما سبناش ولا لحظه. احنا من يوم ما جينا، من يوم انتوا ما جيتوا عندنا هنا ومشاكلنا كتيره. انا اسف جدا الحقيقه، شاكر ليكي. احنا جيران، جيران لبعضيها. انا قلت الاحلام انا دايما موجوده لو احتجتوا اي حاجه، اي حاجه. ربنا يبارك فيكي. البقية في حياتك مرة تانية. بخلي على اسمكم. شدي حيلك حبيبتي. سلامة فندم. استغفر الله العظيم. حبيبتي عايزة حاجة؟ سلامتك يا بابا. يا سعد ايه؟ نعم اخويا. انت مش عايزة اي حاجة؟ لا يا اخويا عايزة سلامة. تخش استريح بقى. احمد خير يا احمد؟ ادينا جينا اهو. ايه بقى الحاجه المستعجله المهمه اللي انت عايز تقولها لي وانت تعبان كمان في البيئه؟ الحقيقه يا مراد في حاجه، مش كده؟ والحاجه دي بخصوص ايهاب، مش كده؟ ايوه في حاجه بخصوص ايهاب. هتنزلوا برضو دلوقتي يا ابراهيم؟ الوقت اتاخر، ما تخليها لبكره. بالعكس انسب وقت دلوقتي، زي ما بيقولوا الليل ستار. انا مش عارفه ليه، مش عارفه، مش مطمنه. ما بلاش من المشوار ده يا ابراهيم. لا جرك ايه الليله دي؟ في ايه؟ الشغل. وبعدين ما تخافيش، بدير انا عارف ديته واللي تعرف ديته. ايوه ايوه ايوه، بس اطمن ازاي وانت اللي قلت انك شمم ريحه غدره وطمع ونمرده في صوته؟ تفتكر يا ابراهيم، تفتكر هو عارف حاجة عننا؟ هعرف لما اشوفه واسمعه. طب بص، علشان خاطري خليك طويل البال عليه، لو عايز أي حاجة زيادة اديها له واتقي شره. هو اللي لازم يتقي شري. وبعدين زي ما قلت لك اطمني، أنا هعرف أتعامل معاه كويس. طيب خليك معايا على التليفون وطمني. حاضر. ما قلتليش ليه يا أحمد؟ ما قلتلكش لاني اولا كنت خايف عليك، ثانيا انا شكيت في الست دي ممكن تكون كدابه، خصوصا بعد ما قالت حكايه $100,000 دي، فسكت. يعني ابني في ايديهم دلوقتي؟ اسود، مين عارف ممكن يعملوا في ايه يا اخي؟ ما تسبقش الاحداث. على كل حال هي نازله دلوقتي وهتسمع منها قصتها الوهميه ديت، وبعديها بقى يكون الست دي كدابة يا إما تبقى صادقة، مش كده؟ طبعا ده احتمال ما اقدرش استبعده. دي تبقى مصيبة. انت عارف ده معناه ايه؟ نهاية إيهاب. لا يا راجل ما تقولش كده، المسألة لسه فيها كلام واخد ورد وهنفهم، وبعدين في الاخر هتبقى ايه المشكلة؟ حلها الفلوس يعني وايه يعني؟ انت اللي بتقول كده يا احمد. انت اكتر واحد عارف الناس دي، عارف انهم السفلة ومجرمين، لا يعرفوا رحمة ولا انسانية، لا يحترموا عهد ولا يحترموا قانون ولا اعراف دولية، وتقول لي ما مقلقش عليه؟ ايه ابني ايهاب دلوقتي عايش في وسط نارهم في اللحظة اللي بكلمك فيها دلوقتي. وبعدين بقى دكتور مراد اهدى ارضوك. على كل حال هي ست شوية كده وهتنزل وهتسمع منها قصتها الوهمية دي وهتفهم ايه الحكاية. انا كنت عايز احل الموضوع الاول بيني وبينها واعرف اذا كانت صادقة ولا كدابة وفين الحقيقة وفين ايهاب، وبعدين اطمنك. غصب عني يا احمد، غصب عني. ارجوك اهدى يا دكتور، انا حاسس بيك طبعا، بس ارجوك ركز وخد الموضوع بالراحة كده عشان خاطر إيهاب وعشان نطمن على سلامة إيهاب. We'll be right back.
يصطلنش. لما تشوف عايز مننا ايه كمان انت استاذ كتير.